نروح بقى بعد كده. وعايزه افكر حضراتكم ان احنا شهر اغسطس اللي فات كنا اتكلمنا عن هنا تحدي رياضي كان هو تحت عنوان يعني تحدي ال 30 يوم. ده كانت عملته وزاره الشباب والرياضه ووزاره الهجره بمشاركه فئات المجتمع والجاليات بره مصر، وكانت المشاركه وقتها اونلاين. النهاردة هنتكلم بقى عن الاستعدادات لانطلاق نسخة تانية من التحدي لمدة أيضا 30 يوم. التحدي ده بيشمل هنا بقى مجموعة من الألعاب الرياضية للشباب للمشاركة في تحدي ال 30 يوم، منها الجري، المشي، الدراجات النارية وكراسي متحركة. طلب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شباب مصر هنا بالمشاركة بقى في هذا المشروع وممارسة الرياضة لما له من أهمية رياضية وشبابية، يعني من حيث ممارسة الرياضة المختلفة وتقوية المناعة. الوزارة بتهدف استمرار مشروع 30 يوم تحدي لمراحل أخرى متعددة ومشاركة كل فئات المجتمع فيه والترويج والتسويق ليه من خلال عدة فعاليات، وكل ده الهدف منه طبعا تشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية. يعني نتمنى فعلا يكون في صدى لهذه المبادرات والفعاليات الأكثر من محترمة في حياتنا بقى وفي الأسر المصرية وفي البيوت وحتى في الثقافة بتاعتنا. ويمكن ده أكبر دليل، عايز أقول لحضراتكم والله كريم دلوقتي بقى يروح الجيم كل يوم. دعونا نعمل في صمت. لا بكلم بجد، دعونا نعمل في صمت. لا دي حاجة محترمة جدا. كريم كان من الناس اللي بجد ليس لها علاقة بالرياضة تماما، فأنا مبسوطة فعلا، برافو عليك والله. والله بصي أنا مندهش مني، يعني ما أخبيش عليك أنا متفاجئ مني كتير. دي حاجة كويسة جدا. بصي قولي بس يا رب تكبر، لأن أنت عارفة الواحد الناس اللي هي للأسف الشديد اللي هي مش من ثقافتها الدائمة فكرة الرياضة وممارسة الرياضة وتحديدا الجيم، يعني تحديدا في ناس كده بتلاقي ان الجيم ممل جدا. يعني طبعا الكلام ده يعني ما تاخدوش عليا في الكلمتين دول، بس في فئه من الناس للاسف الشديد انا واحد منهم فعلا اللي مش متعودين من صغرنا على النوع ده من الرياضات بنستثقلها. في ناس بالنسبه لها ده نمط حياه اصلا، بس هو تعود يا كريم. يعني طبعًا اعتقد طبعًا ان انت لو رحت مثلا مده شهر كامل ورا بعض خلاص هيبقى ده اللايف ستايل بتاعك، مش هتعرف ان هكذا انت هكذا اتمنى